موعد المرتقب لقصف الجيش الحر لموقع النظام داخل مدينة دمشق، هل هناك من أخبار بهذا الموضوع؟ تفضل أخي مازن. يعني حقيقة قبل بدء اختبار قصف العاصمة دمشق كان أخطر على الغوطة الشرقية وعلى مدينة الزبداني وتوبر في حي توبر، بعد أفضل حي إضافة لقصف مدفعي متقطع استهدف جبهات الحي بالتزامن طبعا جبهات، كان هناك محاولة لاقتحام الحي، الحمد لله استطاع الثوار من سدافهم الآن وفي هذه اللحظة، وأنا أكلمكم أبطالنا الثوار في الجنوب الدمشقي نعم يعلنون استنفارهم التام. نعم يعني ما هو هذا الاستنفار لا نعلم، لكن منذ قليل سمعنا أصوات خرجت من عدة مناطق باتجاه موقع، لم نعلم أين مواقع للنظام. تتواصل أخي هذه مازن الصواريخ، أليس هذا الخبر كذلك؟ منذ دقيقة. أخي أيضا مازن اليوم النظام أنسى معظم عناصر الحواجز المتواجدة على نعم أخي مازن، إذن هناك إطلاق صواريخ وقذائف من الغوطة الشرقية باتجاه مواقع النظام، أليس كذلك؟ الصوت غير واضح للتوضيح للأخوة المشاهدين. أخي مازن هل تسمعني؟ إطلاق صواريخ من الغوطة الشرقية، استنفار كامل لجميع وحدات الجيش حقيقة الحر. الصواريخ تخرج الآن من الجنوب نعم الدمشقي والغوطة، نعم نعلم نعم أخي مازن هل تسمعني؟ بالفعل اليوم يلبس معظم بلباس مدني نعم الثوار الذين قتلوا هم من المدنيين، الحوادث المتواجدة وسط المدني، أيضا شهيد المخيم القصف الذي استهدف المخيم وشهد 30 من عاجل من القلب جديدة في الزمن في براميلهم الحق لقصف كنز من حوادث المعسكر والحوادث 23 المتواجدة في السهل أخي مازن أيضا في نعتذر منك، أخي معسكر مازن هل تسمعني؟ نعتذر الهوائي منك على رداءة الصوت. المجاورة لمدينة الزمن نعتذر منك أخي مازن.